وانت قل لي في وضع مثل العراق جيب لي معصوم ينجح بالعراق؟ ما اعتقد. الاطراف السياسيه تريد شيء، ولكن هل تريد الاطراف السياسيه ان تدعم الحكومه لو تريد مصالح ومقاولات؟ انا اشوف خلافات جزء منها على المقاولات والمنافع، مو خلافات لاجل بناء الدوله. يعني دكتور غالب، من يطالب بانتخابات مبكره هذا يدعو لمصالح ومغريات خاصه؟ هاي واحد، هاي ما احنا مو قلنا لن نجزئها. انا مع الانتخاب. شوفي حكومه عادل عبد المهدي سنه وقالوا بدلوها جيبوا غيرها. زين. حكومه الكاظم سنتين بدلوها جيبوا غيرها. حكومه السوداني سنتين بدلوها جيبوا غيرها. استقروا لكم على حكومه او سووا نظام دوله بحيث اذا راح رئيس الوزراء تبقى الدوله تمشي بشكل طبيعي مثل دول العالم. هسه هاي امريكا لندن خلي ظل سنه بدون رئيس وزراء. اي مشروع ما يتعطل، ليش؟ لانه يعتمدون نظام مؤسساتي حقيقي. اما في العراق لا، عندنا صراع على المناصب وصراع على الوجود وصراع على المال، وانا ما اتكلم على مكون، لا لا، انا اتكلم على دوله وكل اطرافها كرد سنه شيعه، حتى يكون كلامي مو يعني موجه اذا مكون معين ابدا، اتكلم عن الجميع.